أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا الأستاذ عبد الكريم الجاسر والأستاذ فواز الشريف هما ضيفا هذه الحلقة. محمد الشهراني أجرى بعض اللقاءات مع بعض الجماهير، نشاهد. اتحاد ثلاثة، والله اتحاد ثلاثة. شوف الاتحاد نادي كبير، نادي فوق، هذا الاتي يقول لك هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد احنا نلعب، ودونا ملز ودونا ملك ودونا جدة احنا نلعب، هذا الاتي. ما انتهت المباراة، باقي مباراة اياب. والله شوف ثلاثة ما اتوقع يقدرون يسوون شيء، ثلاثة اهداف حلوة مرتبة، هذا الاتي. اتحادي ولا هلال؟ والله شكوى لله، مشكلة النقص واللعيبة، النقص واللعيبة يعني ساعدت في فوزهم، خصوصا نقص أسامة هوساوي يعني ساعد فوز الاتحاد على الهلال. ثلاثة شوي صعبة، ما نقدر نسوي شيء، هذا قضاء الله وقدره عاد، كل شيء على الله، وإن شاء الله نعوض في الإياب. ثلاثة. أنا بقول شيء واحد، مدرب سيء، من أول ما جاء الهلال، الهلال ما قدم مسيرته، قدمها مع قريتس. يا أخي لا في تنظيم. أنا أقول لك مباراة الإياب ما راح نسوي شيء، خسراني. ايش باقي المباراة؟ اقسم بالله مدرب سيء، والله ما يعني المباراة هذه في تنظيم، والله ما في تنظيم. الهلال ناقص اليوم بعد، يعني لازم تكون شيء. ناقص. الاتحاد ناقص. مدرب، ما في تنظيم، من بدايه المباراة الفريق محيوس. الدفاع ما ترتب. يعني معليش يعني الحين الهلال مو زي الهلال قريتس. كيف ثلاثة الاتحاد؟ باقي اثنين ان شاء الله. باقي اثنين. مساك نور بحضورة نور. صعبة بس توقعت انت ثلاث؟ ما في صعبة، عواجيز ومدري ايش، وش سووا العواجيز لهم؟ صح ولا لا؟ طرد والهامسن، توه منطرد والهامسن. طيب ينطرد مشكلته، من قال يضرب اللاعب؟ ضاربه بدون كورة. بس الهلال ناقص. والله ناقص مو بناقص، 11 لاعب ضد 11 لاعب، وقدامنا ملعب. اللي بيقدم هو اللي بيفوز. وشفنا من يقدم في المباراة الحاسمة، خل 50 بطولة لهم، بس في الحاسمة الاتحاد هو اللي يفوز. ثلاثة اتحاد. والله يا أخي اللاعبين ما أدوا، غيابات، شو نقول بس؟ توقعتها أنت كذا؟ لا والله ما توقعت. أتوقعت واحد. يمكن واحد؟ ممكن الهلال والله ذا الأيام يخوف يعني، ضد الاتحاد. المباراة اللي في دوري ابطال اسيا يعني اللاعبين تحس انهم يلعبون بدون روح. طيب كانت هذه اراء الجماهير، طبعا دائما اراء الجماهير وقت المباريات اراء انفعاليه، يعني الفرح مبالغ فيه والزعل مبالغ فيه. احنا دائما نقول في برنامج كوره انه اراء الجماهير الوقت اللي احنا نطلع ونرسل المراسل يغطي آراء الجماهير، دائما ناخذ الآراء كما هي، لا نغير فيها ولا يعني ولا حتى يعني يقترب منها المونتاج، إلا إذا كان في شتائم طبعا نبعدها، لكن الرأي الصريح للناس لازم يطلع إذا كان في حد يبغى ياخذ رأي الجمهور، يوصل رأيهم للمشاهد والمستمع.